السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمين المراكشية. اليوم نحضروا لحم الراس بطريقة جد مميزة، واحد نصيب لأي واحد يأكله وخا مع عمرو كلاه. هنطيبوه بلمسة مراكشية وهي طنجية لحم الراس في الكوكوت. كيجي هائل ولذيذ بزاف، ما تشبعوش منه. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنسوناش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم، خرجوا في قناتي ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديده. بسم الله. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا راس تاع الخروف او الكبش كي كنسميو حنا في المغرب، كناخذوه كنشوطوه كنغسلوه كننقيوه كنقطعوه قطع. بالنسبه لهذا الراس غادي الان غادي نحضروه بطريقه مختلفه غير المعتاده اللي كنا كنحضروا بها، اما كنحضروه في الفور راس بقيه حضرته او درتوه بسكسو. الان غادي نديروا واحد الطريقه كتجي لذيذه بزاف وبنينه، يعني طريقه طياب الطنجيه كيجي رائع ولذيذ. كنحتاجوا هذا الراس، بالنسبه كنحتاجوا كذلك ماء، درنا فيه شويه الزعفران وتركنا حتى 3 كاس ديال الماء، معلقه كبيره ديال القز نتاع كمون، كمون يكون بلدي معلقه كبيره، هنا السمن معلقه كبيره، واللي ما متوفرش عنده السمن يمكن ندير ربع كاس ديال الزيت. اي بالنسبه للزيت باش تجي واحد اللذه ديال الطنجيه، معلقه صغيره ديال القزبور. بالنسبه لهذا القزبور معلقه صغيره، انا ضفت هذا القزبور كيجي فيه لذيذ وبنين وصحي، كيهضم لنا هذا الراس. حبه واحده ديال المصير اي الحامض المرقد، 7 ديال الفص تاع الثوم. بسم الله نبداو على بركة الله. كناخدو الزعفران شوية الماء متاع الزعفران، كنصبو فيه علقة صغيرة كيف ما سبق لكم ديال القزبور يابس على هاد الشكل. بعد ما صبينا معلقة صغيرة تاع القزبور يابس، كنصبو معلقة كبيرة ديال الكمون. كما سبق ليا قلت لكم بأن الكمون يكون بلدي، من الأحسن يكون بلدي. هنايا كناخدو كنديرو اللب، كنكمطو هاد اللب نتاع المصير. بالنسبة لهذا الحامض المرقد راه سبق ليا حضرتو، اللي بغا الطريقة ديالو يلقاه في الرابط أسفله، غادي نوضعو تحت الرابط أسفله غادي تلقاوه. راه كيجي هذا ديال الدار تقريبا، هذا راه شي عام هو عندي ما كيخسر، كيبقى وكنستعملو كنحيدو، نحاول نحيدو هاد العلف. بالنسبة لهاد القشرة كنتركوها حتى تلخر من دوها من الفوق. بسم الله. كنلجو هاد المكونات مزيان باش نصبوها فوق الراس. بسم الله. كناخدو هاد الراس كنوضعو في الكوكوت بهاد الشكل، كنصبو من فوق هاد الخليط، كنحاولو كذلك نشلو بهاد الزعفران اللي بقى، كنصبو هاد 7 دراس ديال التومة كنخليهم على هذا الشكل. كان بعد ما نقيناهم اما كنخليهم على هذا الشكل، لكن كنقطعو قطع صغيره. كناخذ هذا السمن معلقه كبيره كما سبق ليا قلت لكم، اللي ما متوفرش عنده السمن يمكن يدير الزيت، الزيت من الافضل تكون زيت نباتي ولا زيت الزيتون ولا حسب المتوفر عندكم. كناخذ هذا القشور على هذا الشكل، راه كيجي هذا اللحم راس بنين بشكل مختلف، كيجي لذيذ يعني لذيذ بزاف. كنحاولوا نغيروا الشكل المعتاد اللي دائما اما كنفروه اما كنديروا به السكسو. الان كنوضعها فوق النار تزاد غلا، ومن بعد كنحسبوا ليها شحال غنتركوها فوق النار، تقريبا شي 45 دقيقه. غنوريكم الشكل. بسم الله. بعد ما غلات الكوكوت هانتوما كتلاحظوا ما درناش فيها الماء، هي داك الكاس الماء اللي فيه الزعفران هو اللي باش بللنا به الكوكوت. كنغطيو عليها وكنقصو عليها النار، كنحلو عليها تقريبا 30 دقيقة أو 45 دقيقة حتى تنشوفو طاب، راه كنحيدو ما طاب كنزيدو ليه الطياب، وكنقصو عليها النار حتى تكون هيلة. بسم الله. بعد ما طاب اللحم ديال الراس، هاد الطنجية كتجي رائعة معلكة ولذيذة. اللي بغا يطرق فيها شي مرقة نتوما كتلاحظو، واللي بغا يشحرها يشحرها على هاد الشكل، هي المرق كتجي معلكة. اللي بغا يشحرها حتى ما كيبقاش فيها المرق يمكن يشحرها. الان غادي نحاولو، بالنسبة ليا انا غادي نشحر هاد المرق بهاد الشيء من بعد نقدمو. الشكل النهائي ديال لحم الراس طنجية كيجي على هاد الشكل، كيجي رائع ولذيذ لذيذ بزاف وبنين. كنتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم، غير جربوه وبارطاجوه مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.